كما أكد مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام أن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون الغالي والنفيس ويروون تراب الوطن بدمائهم الطاهرة من أجل حمايته ومواجهة التحديات التي تستهدف الوطن وتهدد استقراره. وفي رسالة وجهها للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، أكد المفتي أن الشعب المصري يقدر جيدا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الظلام والإرهاب والضلال.